ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. طبعا حسام يعني حاول يساعد بصراحه، انا بشكره طبعا وبقول لمامته يعني يجي منه. اسمحوا لنا بقى، انا وانا وحسام في يعني في الاستراحه دي كنا بنتناقش على واقعه الكنيسه الحقيقه اللي حصلت. طبعا اسمحوا لنا يعني نقدم تعازينا لكل اللي اصيبوا وكل يعني فقدوا في موضوع الكنيسه اللي حصلت ابو سيفين اللي في المنيره في امبابه. ويعني انا وحسام كنا لسه بنتناقش، فبيقول لي الموضوع ده يعني مؤثر جدا، وانا كده كنت بتابعه، فهل ممكن ابلغ تعزيه؟ قلت له طبعا. فانت بقى بلغ تعزيك طبعا لكل اخواتنا المسيحيين. طبعا انا احب ابلغ تعزيه لكل يعني الاسره واللي فقدناهم في الحادثه دي، كل اخواتنا المسيحيين اللي فقدوا اهاليهم واولادهم. طبعا نحب نشكر طبعا محمد يحيى اللي هو يعني الشاب اللي انقذ يعني عدد كبير من المسيحيين اخواتنا طبعا، ونحب نقول له يعني ربنا يقومك بالسلامه، ودلوقتي يا رب. يعني لسه في المستشفى، بس ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله ويرجع لنا بألف سلامه ان شاء الله. بشكرك يا حسام، ميرسي طبعا، لمسه انسانيه جميله منك. احنا دلوقتي هنعمل كاردون بلو، انت بتحبه ولا ما بتحبوش؟ انا بحب يعني، بصي حضرتك اي حاجه فيها فراخ فانا بحبها. حلو قوي، جميل. بالظبط. طيب احنا هنعمله بطريقه سهله عموما، بس انا بقى ايه يعني هستسمحك انت تيجي الناحيه دي وانا هروح الناحيه الثانيه. اتفضل. واحنا هنبدا ننزل بس المقادير وهنستكمل حديثي انا وانت، عشان هسالك هشوف يعني اخبارك ايه كده في الكوره، حاجه قريبه مش هبعد قوي. خلاص. طيب نقول مقادير كوردون بلو. عندي صدور دجاج متقطع يعني شرايح، انا جبت الصدر كامل وهوري حضراتكم انا بحب اعمله ازاي. وعندي بهارات دجاج، عندي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ورشه من السكر، فلفل ملح وفلفل اسود، طبعا شرايح الروز بيف، في ناس بتحب تحط التركي مكانها مفيش مشكله، جبنه شيدر. للتغليف هحط بيض ولبن، ملح وفلفل، بقسماط، وممكن اضيف من النشا كمان. خلاص. هو وصفته بسيطه وسهله، وفي ولاد كتير بيحبوه، بيحبوه رول وبيحبوه. طب انت بتاكله رول ولا بتاكله زي ما انا عاملاه كده زي الصدور العاديه؟ لا انا بحبه زي الصدور العاديه اللي محشي في النص ده. بالظبط، كانه فراخ بانيه كده مع المكرونه بتاعه. شوف بقى، قال لك كانه اوكي، قال لك كانه فراخ بانيه عشان يعني عامل فيها فراخ بانيه. طيب بالزبط. انا هلبس بقى. عايزه اقول لكم هو وصفه اساسا من سويسرا، و طبعا اختلاط الثقافات ده والتجاره رايحه جايه نشرت حاجات كتير، ثقافات دينيه واجتماعيه، وكمان ثقافات ليها علاقه بالاكل والمطابخ المتنوعه. طيب بصوا بقى، انا طبعا ايه ده صدر كامل، دي الحته اللي انت عارف دي التشيكن ستريبس، دي الحته الصغيره اللي احنا بنقطع منها التشيكن ستريبس اللي هي اللي انت بتاكلها في تجيبوها من السوبر ماركت دي. ايوه. ها، ولو ان انا ضد المبدا ده عشان ابني هاريني في الموضوع ده ولازم سبايسي لدرجه انه بقى يشتكي من بطنه، وانا بدات خلاص بقى ايه يعني اقدم بقى ايه يعني انه مش هينفع تاني. دي ممكن نشيلها خالص ونحتفظ بيها ونعمل كده طبق كامل منها الستريبس. خلاص كده اهو. انت بقى بتاكل صدر ولا ورك؟ لا انا بحب الصدر علشان بيبقى يعني غني بالبروتين اكتر. لا والله. ايوه. طب يعني رغم ان في ناس كتير تقول لك الصدر ده ناشف شويه. لا يعني اهم حاجه البروتين، يعني الشاب مثلا في سن لازم ياكل حاجات فيها بروتين كتير، فهو الصدر بيبقى. صدق انا بقيت اخاف عليهم في البيت. قلقت عليهم كده في البيت، يا نهار ابيض. طبعا. طيب بص انا هفتح كده هنا حته كده، طبعا هو ده كبير بس انا هعمله كبير لان انا ايه عايزه يعني اعمله حلو. انا يعني لو هعمله على نفسي في بيتنا يعني. أيوة. مش دعوه الناس بتعمله ازاي. بص باخد كده وبفتح الجزء ده اللي جوه، طبعا هتبل تاني من جوه، وهحط بقى مجموعه التوابل وهنشتغل سوا. هسالك بقى سؤال. اتفضل. كان في ماتش امبارح للايه؟ للاهلي طبعا. طب كان الاهلي ومين؟ الاهلي ومصر المقاصه طبعا. طيب جه جون، الجون ده رامي ربيعه الدقيقه 94. انا إيه حافظ اي ماتش للاهلي. طب جه ازاي الجون؟ الجون كان دفاع مصر المقاصه جت في ايد اللاعب، فبعد كده اتحسبت ضربه جزاء، فبعد كده رامي ربيعه حطها على طول. ما شاء الله. لا الولد طلع اي ماتش للاهلي. لا الولد شاطر واهلاوي اهلاوي طبعا. طب ايه؟ قولوا لي يا اولاد. طب استنى هسالك، الماتش ده كان في الكاس ولا كان في ايه؟ كان في الكاس. ايوه. ها، اجابه صحيحه ولا خاطئه؟ صح. صح يا ولد، برافو عليك، شاطور يا حسام. طيب هاخد كده رشه من الملح والفلفل. ما هو انت بقى خلاص كبرت ورحت الجامعه، يبقى لازم نعاملك معامله الكبار. انا كان معايا ضيفه برضو اسمها زينه، ببعت لها تحيه طبعا هنا واقول لها يا زينه انت وحشتيني. كانت برضو ايه
قعدت برضه تقول لي اغاني حلوه عن الاهلي. أيوة. طب انت ايه اكتر اغنيه بتسعدك لما تسمعها اول ما الاهلي بيكسب؟ انا يعني طبعا كنت بحب اغاني الالتراس ولسه بحبها، بس ممكن اغنيه الثالثه شمال. والله طب تقول لنا حاجه، انت بتعرف تغني ولا صوتك وحش قوي؟ ممكن اهرب من الصراحه صوتي وحش يعني ما انصحش حد انه يسمعني. طيب خلاص ماشي ما تنصحش. طب طيب قولي بقى ايه المفاجاه الحلوه، يعني انا عرفت كده ان انت عملت فيلم. ايوه. يعني ربنا طبعا يوفقك ويكرمك مع حد من النجوم اللي احنا بنحبهم جدا. هو النجم مين بقى؟ انا لسه مخلص تصوير فيلم السرب مع استاذ احمد السقا. أيوة. وعمرو عبد الجليل، وطبعا الفيلم فيه يعني نجوم كتير جدا. أيوة. ان شاء الله الفيلم هينزل في احتفالات اكتوبر، يعني مش عايز احرق لكم قوي. لا ان شاء الله ما تقولش ما تقولش عشان تبقى مفاجاه. لكن احنا يعني ان شاء الله هنشوفه. اي حاجه للنجم احمد السقا اكيد هتبقى طبعا. جميله، وهو نجم جميل محبوب، بعت له تحيه طبعا من خلال البرنامج بتاعنا. بعت لك تحيه ان انت كان ليك. طب جت ظروف العمل ازاي؟ احكي لي بقى. انا طبعا كان ليا الشرف ان انا يعني اشوف النجم الكبير احمد السقا. أيوة. انا كانت اغلب المشاهد بتاعتي مع استاذ عمرو عبد الجليل. طبعا يعني استاذ عمرو عبد الجليل من ساعه ما انا وقيت على الدنيا ويعني افلامه مكسره الدنيا يعني. تمام. فانا اصلا يعني كنت بحبه من قبل ما اشوفه، فهو يعني فنان كبير طبعا ومجاله تحيه. ايوه. وانا بحب جدا الفنان عمرو عبد الجليل، فدي كانت حاجه حلوه جدا ان انا اشتغل معاه. طبعا برضه هو الموضوع كان ان انا بدات اشتغل وكده السنه اللي فاتت. فكان بيعملوا زي دايما اختبارات او اوديشنز، فبعد كده كلموني وبعد كده رحت عملت اوديشن. فدي كانت حاجه حلوه ان هم اختاروني من وسط مثلا كذا حد، والحمد لله يعني صورت وخلصت، وان شاء الله الفيلم هيتعرض قريب لكم ان شاء الله على خير وبالنجاح والتوفيق يا حسام بجد والله. قولي بقى مين اللي شجعك اكتر في المجال ده؟ اكيد انا عارفه، هو انا عارفه الاجابه، هو انا عندي خلفيه تقريبا عنها بالاحساس كده. طبعا يعني الفضل كله يعود لربنا اول حد، ثم يعني والدتي. هي دايما ربنا يخليها لك يا رب. دايما اللي بتدعمني ودايما اللي واقفه جنبي في اي خطوه باخدها، ودايما هي اللي بتشجعني ان انا اعمل كده او ما اعملش كده. وانا كحسام يعني الصراحه بعمل بنصايحها، لان حلو ده لو في حاجه ما بعملهاش بنصايحها بقى اللي هو لا انا عملت حاجه غلط. جدع والله. فبعد كده اتعلمت اللي هو لا يعني لو ماما قالت لي على حاجه اعمل كذا، فانا خلاص دايما امشي ورا كلامها على طول. ابعدي بقك عن المايك. دايما امشي ورا كلامها على طول وانا مغمض. حلو. فدي ده. حاجه يعني انصح طبعا اي حد ان هو يسمع كلام والدته. طبعا ده رقم واحد في الحياه، ان انت يعني راي الاهل مهم يا حسين. بالظبط، راي الاهل مهم، ومش عشان انت بقى يعني بقيت شاب خلاص 18 20 سنه بقيت تعمل خلاص انت بقى. صح بالزبط. كده انا عاجبني كلامك قوي، كمل يا حبيبي. انا سامعاك. بالظبط، لازم تسمع كلام والدتك او والدك في اي حاجه، لان هم يعني خبره اكتر عنك وفاهمين الدنيا عنك اكتر، فاكيد هم مش هيقولوا لك حاجه تضرك. اكيد. ولازم انت تسمع الكلام بس. طيب انا دلوقتي هقول لحضراتكم انا بعمل ايه. انا طبعا خدت رشه من الملح والفلفل والبابريكا والبصل الباودر والثوم الباودر، وتبلت الصدر نفسه يبقى ليه طعم منكه. تمام. هبص بس على الكيك كده، لسه انا مهديه النار عليه. يبقى ليه طعم. وعلى فكره انا طلعت واحده صغيره كده، فاكره هو ممكن يتعمل في الراميكانز الصغيره دي، بيعمل كذا، بس هو طعمه حلو قوي. هدوق حسام منه اكيد. وبعد ما تبلت خدت بيضه حطيت معاها شويه لبن ورشه ملح وفلفل، وبعدين اخدت على البقسماط معلقتين من النشا، حطيت معاهم من الثوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا وبهارات الدجاج. مهم قوي ان احنا كمان نخلي البريدنج ليه زي ما بيقولوا ايه طعم كده، صح؟ مش انت ساعات تاكل حاجه تحس كده ملهاش طعم شويه؟ بالظبط. احيانا مش منكهه قوي كده؟ طبعا، حتى يعني ساعات باكل فراخ البهارات بتاعتها ما بتبقاش مظبوطه، فبحس اللي هو ناقصها حاجه. بالظبط، ناقصها حاجه، فهي يعني البهارات هي اللي بتدي طعم الاكل، بس مش كتير. ميال لاكل البيت يا حسام اكتر يعني عارفه اللي في سنكم دايما بيميلوا الاكلات السريعه الجاهزه، ولا يقول حقيقه؟ هو انا الصراحه والدتي بتعمل اكل حلو، فيعني بالنسبه لان انا بقى اميل لاكل بره وكده، فلا انا بحب اكل البيت اللي ماما بتعمله عادي، واي حاجه بره هي ممكن تعملها لنا في البيت عادي، فاللي هو لا يعني لا خلينا يعني. دايما في اكل البيت. بالظبط. اصح واحسن. بالظبط. طب ايه معلوماتك عن الزبادي طيب؟ غير ان هو يعني بيرطب و هو الزبادي يعني الزبادي فوائده في الحياه العامه. طيب الزبادي فوائده كتير، بيعالج الهشاشه وطبعا بيقوي العظام. ما شاء الله، الله اكبر. وممكن نحط عليه شوفان ونعمل سكراب للبشره كده. ده انت غاوي ماسكات شكلك. يحسن البشره كده. ايوه. وطبعا ماما كانت عامله دايت، فكانت بتحط عليه رده ولا هي بتاكل، اللي هو ايه ده، تقول لي لا ده عشان بس ما اكلش حاجه كتير، واللي هو خلاص انا كده شبعت. حلو ده. انا الصراحه ما كنتش فاهم، بس قال لا ده هو كده
ده الدايت انا. تمام خلاص. وممكن نحط عليه طبعا يعني شوفان. الشوفان بيعمل زي سكروب كده للوش، فدي حاجه بتفيد البشره طبعا. تمام. والزبادي طبعا مفيد في اي حاجه طبعا، لان هو غني بالمعادن. يعني انت بتاكل زبادي؟ ممكن تاكل زبادي عادي ولا تقعد بقى في رمضان بس؟ غالبا الولاد بيقعدوا يقولوا لا زبادي بس في رمضان في السحور. لا انا بحب الزبادي طبعا وفي السحور. ممكن مثلا احط عليه مانجا فراوله، فاعمل ميكس كده عصير فاكهه يعني. حلو برده. جميل ده، جميل. طيب قولي بقى، لو عايز توجه رساله لماما تقول لها ايه؟ انا احب اشكر ماما على كل اللي هي عملته معايا، يعني مش السنين اللي فاتت بس، لا يعني من ساعه ما اتولدت طبعا. ان هي دايما بتدعمني ودايما واقفه جنبي ودايما بتساعدني على اي خطوه اخدها، وهي دايما اللي بتشجعني ان انا اكمل في الحاجه اللي حاببها والحاجه اللي انا بدرسها والحاجه اللي انا عايز اعملها. بتشجعني ان انا يعني اروح في كذا حته عادي، ما اقلقش، مش اللي هو لا خليك في دراستك وبس. لا، انت ممكن تكون موهوب في حاجه ثانيه. بتساعدك انك تفتح مجالات انت حاببها تجرب فيها. بالظبط. ومثلا لما يعني قلت لها على التمثيل، اللي هو مش لا تمثيل ايه وما فيش حد وركز في دراستك وكده، لا هي دايما بتشجعني ان انا اخد مثلا ورشه، اروح اعمل اختبار في حته. حتى لو انا في فتره اللي هو زهقت بقى ومليت وبقالي حبه ما اشتغلتش في حاجه وما طلعتش في حاجه، بتقول لك هتيجي وان شاء الله تبقى الدنيا تمام، صح كده؟ بالظبط. دايما هي بتصبرتني وبتساعدني وبتقول لي لا انت هتعمل كذا وانت هتبقى احسن حد ولازم انت تكمل في الموضوع وما تيأسش ومش عارف. طيب معانا مدام سهير من الجيزه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام سهير ازيك؟ شيف عظيم، اهلا بحضرتك يا فندم، منوره. منوره انت والشاب الجميل الممتاز دوت. الله يخليك. قدام الفنان الجميل. الله يخليك ويبارك في عمرك يا فندم، وتسلم ايديكم على الحاجات الجميله اللي انتم فعلا بتعملوها. يعني فعلا حاجه حلوه قوي، وحلوه قوي ان انت تجيبي لنا واحد متفوق كده وشاطر في كل حاجه. الله يخليك يا فندم. حتى اولادنا بيسمعوه ويتعلموا منه برده كتير. ربنا يوفقك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا فندم. تسلمي. شكرا جدا لحضرتك والله، وكل اللي بقى قائمين على البرنامج. شكرا يا فندم، تحيه لحضرتك وميرسي على تواصل حضرتك معانا. تسلمي لنا يا رب. طبعا انا لازم اسقع الكاردون بلو، ما ينفعش احطه هو لسه كده. بصوا هنا، دي متقطعه على شريحتين بس دي بتستوي، ما تخافوش، وهسويها معاكم. هناخد كده الزيت بقى، اول ما يبقى متوسط هجيبه على النار. شوفوا بقى، انا دي طلعتها في الفريزر شويه بعد ما عملناها، هنزلها تاني في البريدنج. ليه؟ علشان بيعمل كده طبق التلج، الطبقه دي بتندي الطبق الغلاف الخارجي، فانا مش عايزاه ايه يبقى مندي، عايزاه يبقى مظبوط، وبتثبت كمان الطبقه الاولانيه اللي احنا عملناها اهو. بسم الله. وطبعا خلي بالنا انه الفريزر بيبرد من درجه حراره الزيت، فما ينفعش نحط اكتر من قطعتين علشان نعملهم. طبعا احنا جبنا شكل الكيك يا ولاد، هنجيبه، خلي ده هنا عشان نقدم عليه بقيه الايه. انا طبعا حشيت جوه الجبنه الشيدر بعد ما فتحته زي الجيب كده، عايزين تدقوه بس شويه، ومش محتاجه اقفله والله، هو هيقفل لوحده وهيبقى تمام. هنزله تاني في بيض وبقسماط، هنزل كده في الخليط تاني طبقه كمان وهحطها هنا. بس انا افضل تدقوه بس شويه، انا ما حبيتش بقى ازعج حضراتكم بالدق وحسام معانا بيتكلم عشان نعرف نسمعه. والكيك بصوا طالعه جميله لطيفه جدا، يعني استغلوا علبتين زبادي عملوا لنا كيك لطيف سهل من غير سكر خالص، استغليناه مع معلقتين ثلاثه نشا، ما فيش نسبه دقيق. والناس اللي عندها حساسيه تقدر تعمل بيه دقيق الذره، تقدر تعمل حتى بيه دقيق الرز، في حاجات نحط ثلاث معالق منه هيبقى رائع اهو. ده بقى لازم يدخل الفريزر يمسك، وبعدين ينزل في زيت غزير. طبعا ايه، احنا كده خلصنا تقريبا. بنبص والله يعني انا اصلا مهديه الحراره على 170، لان لقيت ال 180 ايه اهو كده بقت مظبوطه. تبقى الحراره متوسطه، هتطلع مع حضراتكم بعد 20 25 دقيقه الدنيا هتبقى تمام. احنا قدامنا قد ايه يا حبايب قلبي؟ طيب قول لي بقى يا حسام، انت بعت رساله لماما؟ ابعت بقى رساله لبابا وعايز تقول له ايه، والاخوك الكبير كمان عايز تقول له ايه؟ يعني طبعا اخويا ووالدي احب اقول لهم يعني شكرا ان انتوا زرعتوا فيا حب الاهلي. طبعا حاجه حلوه دي. طبعا ما شاء حاجه الله. ما شاء الله. من ساعه ما انا كبرت لا الاهلي ده يعني زي طقوس كده لازم نعملها في اي ماتش للاهلي، يعني حتى الفتره دي الاهلي بيلعب كتير، فاحنا برضه حتى لو حد وراه حاجه مهمه لازم كلنا بنتجمع ونتفرج على ماتشات الاهلي. المشاركه في حاجه
انتوا كلكم بتحبوها. بالظبط، كلنا بنتفرج على الماتش سوا وممكن نحلل حتى سوا يعني قبل ما نتفرج على الاستوديو التحليلي كمان ما شاء الله. بالظبط، لو انت شايف دي فاول ولا لا. أيوة. ودي كده، بس طبعا ده من غير اي تعصب ومفيش اي حاجه. حلو ده، جميل، حلو ده. الكوره لعبه جميله وكلنا بنتفرج عليها، فمفيش حاجه يعني مستاهله ان احنا نتعصب على الماتش او ان احنا نضايق نفسينا. بس فطبعا احب اشكر اخويا ووالدي، لان هم مش ماما بس اللي بتدعمني طبعا. أيوة. هم كمان بيدعموني طبعا وبيشجعوني ان انا اكمل في الطريق اللي انا واخده وكده، ودايما هم اللي بيقولوا لي يعني انت شاب المفروض ان انت بتعمل كذا حاجه، مش شرط تبقى ماشي في حاجه واحده، وممكن تمشي في حاجتين وانت لحد ما تلاقي نفسك في حاجه معينه. بالزبط. طب قول لي انت خلاص قررت تاخد طريق التمثيل، لو جالك شغل في اي مكان او كده ممكن تبقى كده وتحقق هوايتك ولا لا خلاص بقى انت هتاخد الطريق ده؟ هو طبعا يعني الهوايه ما تعرضش يعني الشغل، يعني انت ممكن تكون يعني بتعمل بالظبط، ممكن تكون بتعمل حاجتين في نفس الوقت، مش شرط ان انت مثلا بتحب الكوره فانت تتخلى عن شغلك بقى وتتخلى عن كل حاجه علشان انت ماشي في اتجاه الكوره. يعني مثلا برضه في الكليه بتاعتي في ثانويه عامه كنت بحب الاسباني وبحب ان انا ادرسه وبتاع، فلما جيت الجامعه برضه دخلت ان انا ادرس اللغه دي لان انا بحبها ويعني بحب اتكلم بيها واتواصل مع الناس. حلو ده. طب ما تقول لنا حاجه كده. ماشي، ممكن يعني مثلا اقول زي تقديم كده. اي حاجه، قدم نفسك يلا. ماشي، ممكن اقول زي تقديم للبرنامج كده. قول اللي انت عايزه. يعني مثلا بوينوس دياس ا تودوس سوس سيجيدوريس دي نوستو بروجراما، بيان فينيدوس ا نوستو بروجراما دي لا كوسينا اسبانيولا اي لا كوسينا ايجيبسيا، اسبيرو كو ليس غوستي نوستو بروجراما اوي اوس باموس ا بريزنتار اونا كوميدا موي ديليسيوسا اي موي سبيسيال اسبيرو كو ليس غوستي. طيب المخرج بيقول لك انت مستغلنا دلوقتي اسوء استغلال عشان احنا مش فاهمين انت بتقول ايه. لو سمحت فصل الساده المشاهدين، انت قلت عشان معانا التليفون عايزين ناخده. انا بقول لهم يعني مرحبا بكم في البرنامج بتاعنا، وان احنا البرنامج ده بنقدم اكل كويس والنهارده. أيوة. عارف لو قلت اكل وحش هعرف على لا لا لا. نتمنى ان اكل النهارده يكون عجبكم. تسلم يا حبيبي، ربنا يسعدك. طب ناخد معانا نهى. اسفين سيبناكي على التليفون حبيبتي. حبيبتي معلش، حسام كان بيورطم بس بالاسباني فاحنا مش عارفين نقول لك حاجه. لا احنا استفدنا منه خالص. ربنا يسعدك. بس منوره. تسلمي، نور باتصالاتكم ومتابعتكم معانا والله. تسلم ايديك، تسلم ايديك يا تسلمي. كل حاجه جميله، ربنا يبارك لك يا رب. الله يسعدكم حبيبتي، تسلميني. انا كنت عايزه بس اطلب منك طلب. انا ليا اصحاب اردنيين. ايوه. دايما هم انت عارفه اكلهم كده مميز ما شاء الله. وانا يعني ايه بحب لما هم يجوا او نخرج ابقى متابعه معاهم الحاجات قوي. المسخن انا ما بعرفش اعمله كويس. يا نهار ابيض، احنا لسه كنا عاملين مسخن فلسطيني. ايوه، وهم بيحبوه قوي بقى يعني. طيب ممكن تشوفي الحلقه دي على اليوتيوب بجد، ولو احتجتي اي اسئله عن اي وصفه ثانيه تقولي لي. عيوني، حاضر. وسعيده باتصالك ومتابعتك بجد. شرف ليا حبيبه قلبي. سامي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. امين يا رب لينا وليكي حبيبتي كل السامعين. شكرا ليكي يا نهى، ميرسي لاتصالك. بصوا بقى، انا خليك تقطع حته دلوقتي تشوفها لونه حلو ازاي. بصوا اي باينه. انا شامم ريحه من عندي. ما انت هتدوق دلوقتي بس. استنى ما احط الحته اللي بقى. المخرج يقول لك اذا كان هو شامم الريحه من هنا. بصوا بقى، انا بس عايزه حضراتكم تدقوا دقه صغيره. اللي عايز يخلي الصدر على اتنين بس بيبقى رفيع قوي، انا بحبه يبقى فيه تخانه شويه. معلش احنا العيله بتحب الهوبر شويه. يعني اذا ما كانش حته البانيه يعني بفتح الصدر ده وهو كامل كده وادقه، فتبقى حته البانيه كبيره كده. وبعدين مش انا لوحدي، انا اكتشفت ان انا اختي كبيره كمان بتعمل كده في البوفتيك، فانا بروح عندها اقول لها ممكن اخد اثنين بطانيه من البوفتيك عشان هي بتعمله كبير قوي قد الطبق، يبقى ممتع بصراحه. طب احلى اكله بتحبها ايه من ايد ماما؟ المكرونه بشاميل. الله. هي بتعملها بطريقه مختلفه كده يعني، انا اكلتها في كذا مكان بره يعني. لا هي بتعمل حاجه مختلفه. على طريقه طبعا استاذه لبنى عبد العزيز في فيلم من حواء. هي بتعمل فيها حلوه برضه نجريسكو يعني. هي بتعمل فيها حاجه مختلفه، بتحس ان هي طريه قوي لدرجه ان هي بتدوب في البق كده. بالظبط. والله تسلم ايدي، احنا لازم نجرب بقى. خلاص احنا كده هنجرب المكرونه بالبشاميل. طيب ما قلتش رساله لبابا. رساله لبابا طبعا يعني احب اشكرك جدا على وقوفك جنبي. يعني لو ماما بتقف معايا طاق فانت بتقف معايا ثلاث اربع طاقات، فانت برضه يعني الفضل كله قبل ماما يقعد لك طبعا. ربنا يبارك لك. انت اللي بتدعمني على طول، وانت دايما
واقف معايا خطوه بخطوه سند كده وظهر كده صح. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يبارك فيهم ويبارك فيك يا حسام. والله انت قدوه جميله للشباب اللي في سنك. انا سعيده بيك والله. ربنا يحفظك ويعني يخليك لاهلك ويخليهم لك. لانه بصراحه الشباب اللي بقوا يفكروا كده دلوقتي بقوا ايه يعني قليلين شويه صح. اتمنى يا رب ان كل يبقى الولاد يبقى عندهم كده فكره انه ايه ان الاب والام دول حاجه مهمه قوي، يبقوا عارفين دورهم اللي بيعملوه بيتعبوا قد ايه عشان خاطر يسعدوا اولادهم. انا عملت اهو، بس انا هدوقك بقى اللي بتتحمر دي عشان ايه الطبق ده نحطه هناك بقى نقدمه. حاضر. وانا هديك الحته دي كده في الديره بيننا وبين بعض. اتفقنا؟ واحنا بقى كده يعني ايه قدمنا بشكل لطيف. عملنا المكرونه البيستو بصوص سهل وبسيط لكل اللي طلبوها. عملنا الكاردون بلو بطريقه بسيطه وسهله. اهم حاجه تحطوه في الفريزر، من الفريزر على الزيت. قبل ما يدخل في الزيت لازم نديله بس ايه تقليبه في البقسماط. اعملوا بقى ميكس التوابل معاه عشان يبقى البريدنج نفسه ليه طعم. حسام انت نورتني بجد النهارده وشرفتني ومبسوطه بيك، وربنا يحفظك ويخلي لك بابا وماما. تحيه ليك ولكل اسرتك، وتحيه لكل متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعه وللتواصل، وميرسي ان انا اتيحت ليا فرصه ان انا يبقى معايا من جمهور الاهلي ناس جميله كده نعتز بيهم. اسمحوا لنا بقى احنا نطلع استراحه ونستكمل مع بعض، نروح للفقره الطبيه. معايا دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه معانا بعد الفاصل. كل اسئله حضراتكم نجاوب عليها ان شاء الله، في انتظار حضراتكم.